في أجواء حاشدة ومشاركة دولية واسعة، وفي ظل حالة استنفار أمني غير مسبوق في فيينا، اختتمت منظمة الأمن والتعاون الأوروبي مؤتمرها الوزاري 24 بحضور وفود 61 دولة من الدول الأعضاء في المنظمة والشركاء من خارجها. وتقدم الحضور ريكس تيليرسون وزير الخارجية الأمريكي، وسيرجي لافاروف وزير الخارجية الروسي، إلى جانب رئيس المنظمة الدوري سباستيان كورس وزير خارجية النمسا والمرشح لمنصب المستشار النمساوي. وكان الحضور العربي قاصرا على دولتين هما مصر والمغرب من شركاء المنظمة في دول جنوب البحر المتوسط. عدة ملفات ساخنة ركز عليها المؤتمر، أبرزها مكافحة الإرهاب والتطرف الديني ومحاصرة الجماعات الراديكالية، إلى جانب مكافحة الهجرة غير الشرعية إلى القارة الأوروبية. واعتمد وزراء الخارجية في المنظمة عدة خطط تعاون وتنسيق في المجال الأمني. لم يخلو المؤتمر من بعض المناوشات بين الولايات المتحدة وروسيا، حيث شن وزير الخارجية الأمريكي هجوما على السياسات الروسية في قضية أوكرانيا واحتلال شبه جزيرة القرم، فيما أعرب وزير الخارجية الروسي عن انتقاده الشديد للسياسة الخارجية الأمريكية. ولم يتطرق المؤتمر إلى قضية القدس بعد إعلان الولايات المتحدة اعتماد المدينة المقدسة عاصمة لدولة إسرائيل، وما أثار ذلك من موجات غضب عارمة في العالمين العربي والإسلامي. واكتفى رئيس المنظمة الأوروبية سباستيان كورس بالقول أن تقرير مصير مدينة القدس هو أمر مرهون بالمفاوضات بين الجانبين، داعيا إلى سرعة العودة إلى مائدة المفاوضات. Der Kampf gegen Radikalisierung und Terrorismus. Das ist aus meiner Sicht eine Notwendigkeit, denn die Bedrohung, die wir aufgrund des Terrors erleben, das ist keine Bedrohung, die fernab auf anderen Kontinenten stattfindet, sondern das ist eine Bedrohung für uns alle. Und